تفاهمت انا وشله من صحابي باش نمشيو فيستيفال في جربه. حاسيلو ثنيه فيها برشا جو برشا كيف. تعدينا بستاج الحنوشه بيان سور كي فركيس وهبط منا من غادي وكالجو هذاك الكل. وصلنا لمدينه الاحلام جربه. من الاول خذينا شطر تمبري شطر تمبري الناس الكل كي جوست عطات طرف ساتوراسيون طلعت قلت بالك تطلع بارده ولا ماهيش هي معناها. دونك مشيت خذيت شطر فلسه وباقي نستنى في التمبري ما عطى حتى شيء. مشيت مع التريب تاع الفلسه وطرشقت العباد زاده في المومون هذيك والناس الكل شنعت. وصرت مومون نغزر العباد تجليتشي نطلع راسي الفوق ناقل قمره تجليتشي وفازت بيزار على الاخر. كي رجعنا للدار حسيت روحي بديت نفشل. دونك دخلت باش نطلع التليفون بحذايا فيه موزيكا وقاعد نحس في التمبري بدا يصرفك بدا يتنحى الحيط كومبليتمون ما عادش فما لوب قدامي تاع اشكال ياسر زبابر ستيل لوني تونز شويه ادفنتشر تايم. كنا قاعدين نمشيو في زوم والزوم هذيك فيها لايرز بتاع رينبو. مي نتفكر روحي وقتها صرت مومون نحب نقص في الموزيكا باش نركز مع التريب هذيك وحدها وما نجمش. من كثر ما ركزت معاه دخلت في تريب منايك نتاع الوجوه هذوكم اللي كانوا زبابر ومينيون وكل شيء بداوا يتبدلوا معناها كيما ستيل الكرتون نتاع ادمز فاميلي قبل اما بفاسون ياسر جور اكثر. عادي في بلاصه الوجوه تلقى فيم والزوم هذاك يدخل في وسط الفم والفم هذاك يمشي اكسباندي. وكاو قعدت غارق في التريب هذاك نمشي ونغرق وكل ما نغرق نحس روحي ديجا في الفرش نزيد نوح. كل ما نزيد نركز مع روحي واحد نزيد الاشكال تدخل بعضها اكثر معناها الوجوه تولي برشا وجوه في وجه وبرشا حاجات بيزار على الاخر معناها. انا في زق الدخله بتاع الباد تريب هذيك ويدخل سي حماده. قلت له برو راني قاعد نبادي. قال لي شبيك الجون جاونا به راهو كل شيء. قلت له راني من بكري واحد نحب نقص موزيكا ما نجمش يا اخي نقص في الموزيك. عجبتني انا الفاز. قال لي تستحق حاجه اخرى ولا لا؟ قلت له اسمعني راني نستحق ضو. قال لي برو تقول في سيت كوم في مصر وانت عرفتك الباشا وين قاعد نخدم فيك وديتاي مهم برشا اللي احنا ديجا تقول كارين دار في شرم الشيخ فروشات مصر وريدواتك دوبل بالاحمر وزربيه على الحيط. ما قعدناش نحن نضحك على الفاز هذيك. كمل خلط علينا سقراط وفضيله معناها دخلوا في التريب معانا. تفكر لي انا متكي ما نعم في حد شيء والعباد الكل هذا ينقص الموسيقى يقول لي تفضل يا باشا. هذا يجيب كيس ماء يقول لي تفضل يا باشا. واخرتها كي دور سقراط جون جابها وحتى قدامي وجاء حماده. قلت له اسمعني برو راني ما نجمش نتحرك باش نتكيفها ونحس في جونت هكا قاعد تظهر في الشون فيزويال بتاعي وقاعده تقرب لفمي. نتفكر روحي جوست نجبت والجونت تتنحى وكالعاده عرفتك هو يحط في الجونت ويقول تفضل يا باشا ايوه يا باشا كلها يا باشا. بعد التريب هذاك معناها كي قدنا وقمنا الصباح الاكسبيريونس كانت تحفونا انها تلقفت وكل شيء. ما في نفس الوقت قعدنا صرت مومون نحكيو على اسكو كان مشيت التريب باد على الناس الكل كيفاش كنا نجمو نجيريوها. وعطات برشا اسئله بتاع باش مره جايه واحد كي تستي حاجه يخمم بالباقي قبل ما يخوم يا خويا جوست باش تستي اللي فيه وكا هو معناها.